خلينا نروح بشكل سريع بقى لدرجات الحراره نشوف درجات الحراره ايه. احنا خلاص دلوقتي كل سنه طيبين في الربيع، فدرجات الحراره كلها الى حد ما معتدله والجو مشمس، ما عدا الاسكندريه ومرسى مطروح فيها غائم جزئي، والعريش وكاترين فيها غائم، لكن درجات الحراره كلها في المتوسط الطبيعي في الوقت ده. لكن في برضو علشان ناخد بالنا في ارتفاع تدريجي بدانا فيه من يوم الاثنين في درجات الحراره، والطقس يعني نهارا بيبقى معتدل لكن بيبقى بارد ليلا عشان ناخد بالنا، وفي شبوره اللي بيطلع على الطرق السريعه صباحا وخصوصا بدري بيكون في شبوره على السواحل الشماليه والوجه البحري والقاهره مدن القناه ومصر الوسطى. نروح للصعيد بقى ولا احنا ايه؟ يعني ممكن ناخد درجات الحراره. طيب نروح سينا. العريش سريعا وناخل وطابة وطور، خلينا نقرا العظمى تقريبا 22 تراوح من 22 21 و22 27 الطور، الجو هناك صيف يعني جدا. سريعا برضو يا اسماء كاترين مرسى علم شلاتين وحلايب 22 26 28 26. يعني اعتقد ان ده المتوسط الطبيعي في الوقت اللي زي ده بالظبط. يعني احنا دلوقتي خلاص ما بقاش في درجة حرارة يعني لا مرتفعة ولا باردة، لكن الجو معتدل. لكن ناخد بالنا بالليل. لا ناخد بالنا بالليل عشان انا امبارح على فكرة اخدت برد والله، نزلت الصبح بدري. وكلنا عندنا برد او الصبح تحديدا بحس ان احنا الصبح بيبقى الدنيا برد ونبقى مش عاملين حسابنا، فاخدت دور برد لطيف. فاحنا بندعو حضراتكم ان احنا بقى ناخد بالنا، وربنا يا رب يعافينا جميعا ويحفظ حضراتكم. فالصبح ممكن اللي بينزل بدري قوي يلبس جاكيت، بالليل ممكن نلبس جاكيت، لكن طول اليوم الجو معتدل جدا.